هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت ياكم بفيديو جديد وروتين جديد. اليوم بنات راح اشوفكم طريقه الكليتشه، عجينه الكليتشه، لان همينه هو طلبتوها من عندي عجينه الكليتشه، وهمينه واحد اللي ما يعرف خليه يتعلم من عندها. مثل ما تشوفون بنات بالبدايه ماما شنو جابت هيل وطحنته. هي كل مره بصراحه تجيب هيل مطحون يعني، بس هالمرة ماكو، بس هذا الصحاح. فعاد والله هي طحنته، وبعدين هنا جبنا البجوز. طبعا بنات هي الفكرة اصلا ما كانت ماما تريد تسوي البجوز، يعني سوت الكليتشة بس على مود تريد توزعها، بس تمر وخفافي. هي بس هيجي كانت انه تمر وخفافي. عاد والله شو بعدين قالت ماما لا اشو عندي يعني شو اسمه البجوز، قالت يلا خلي شوي همينة الف لي فتصينية لبجوز. عاد والله احنا صدقتها، يلا مدام احنا عندنا احنا كل شي نحبها هاي ام اللبجوز. فشوفوا بنات سويناها، ما سويته هواي هالمرة، سويت كيلو ونص والله، كيلو ونص. طبعا هنا خليت على اللبجوز المعتاد عليه، اكو ناس خلي شيرة، اكو ناس خلي شكراني، خليت شكر وشوية هيل. وهيك بنات راح تظل ماما ما طحنا زايد ماي، ما طحنته بالطحانة نفسها مالت الهيل، بس هيك قوام احسن يعني. لا كلش ثاني الكبار ولا كلش مسويته كلش في العجينه، في العجينه يصير منظر العجينه محلو، فهيك احسن شيء. احنا كنا ندق قبل بالهاون هسه لا قمنا بمحاضره الطعام نسوي. شوفوا بنات هنا راح نحط تشيس ونص، يعني كيلو ونص. اي بالبدايه مامتي اقول لهم الطريقه، خليت تشيز، انا طبعا حسوي كيلو ولا نص، اول شيء خليت تشيز ونص، بعدين راح اخلي تشيز واحد. طبعا هنا انا خليت خمره وشكر وملح شويه، خلي العجين يعني يتلابس ويا المواد الجافه. يلا اضيف الدهن على مود الدهن اللي يتلابس. يلا هاي هنا الدهن خليت موعد، هاي التنكه مال جنه الصغيرونه وياها قالبين زبد، موعدهم دافيات بحيث باعوا شوف الزبد حتى بعد ما مايع دافي. يلا اديره على العجين، على العفو على الطحين، حتى الطحين لا يصير يصير لونه اسمر، اذا الدهن حار الطحين يصير تطلع الكليتشاي سمراء، تطلع الكليتشاي سمراء. يعني بنات انتظرون اللي يصير شويه يعني دافي، يلا تقدرون تضيفوه على الطحين. بالضبط. وبنات ماما راح اضيف بالتدريج مثل ما شوية شوية. والمي ايش وقت تضيفيه؟ لما يتلابس الدهن ويا الطحين، يتلابس الدهن كله ويا الطحين يجي ألزمه. هيجي شوية تضيفين يعني مي؟ تقريبا هو خذ من عندي كوب مي. الكل عجين كله؟ لا لا الكيلو؟ الكل عجنة، الكيلو ونص. يعني بنات الكيلو ونص كوب من المي. اي كوب من المي، يجوز مرات يعني طحين صفر الفاخر يعني كلش طحين خفيف، اذا انتو كيلوات او غير او وزن يعني يجوز تاخذون ياخذ اكثر او اقل، بعد ما اعرف النوعية. ومثل ما تشوفون بنات العجينه صارت تخبل صدق تجنني شي. عبالك مو مصورين العجينه، ليش مو طلعتيها؟ ما مصورتها؟ لا يمكن ما مصورتها. ايش عجب؟ ما صورتها. بس صورتيها ماما؟ لا ما صورتها. تركنا العجينه تقريبا ساعه تختمر. اي ليش؟ اي ساعه بنات اختمرت، وراها بلشنا نشتغل بيها. مش تختمر كلش، على مود همين ترتاح نفس الوقت، وانا اخلي خمره قليله بصراحه بالكليتشه، ما احبها كلش هوايه. خلي الخاشوقه مال كوب، يعني خاشوقه مال كوب على الكيلو ونص. أي طحين. بالضبط، عافيه. مكيالتين شكر بعد. احنا ما نحبها يعني تكون هاي الكليتشه الحلوه، لا متعادله كلش، يعني من تاكليها تجيبيها ملوحه وشوي من الشكر تصير حلوه، عجينتها كلش طيبه. وهنا بنات اول ما بلشنا نلف لفينا البجوز، خلصنا من عنده تقريبا طلعت صينيتين. صينيتين البجوز. وبنات ما سوينا لا بالطابع ولا كل شيء، هاي يسموها ام الضفاير. صينيتي ناعمه وكلش حلوه، يعني احنا مو مرات هم كنا نسوي بقالب، بس هسه قلنا لكم مو كميه هوايه، بس البجوز ويعني قلنا لكم كميه قليله مو هوايه. هنا بنات بلشت نلف انا وماما، هيك احنا نفتحها بش يابق، يعني بنات نسوي شي دائره وبعدين نلف بيها. لمن كنا نفتحها بايدنا حتى تصير شويه هم التعب، مو بس التعب، اي مو بس التعب، تصير بيها سخن. هنا بنات طبعا اشتهينا خيار، عوالك الخيار بالشتاء يصير كلش عزيز وهيك له طعمه الخاص،
فرح جبت خياره لي وخياره لماما، قعدنا نقرقص بين ما نكمل نكمل كليته. واحنا بنات بالتمر كليته نسوي هاي ام اللي يسموها ام استشاتشين، كلها نسوي من عندها، بس هالمره قلنا لكم لانه دريد نوزعها فما راح نسوي هاي اللي تصير هي نسوي حلاوه مال تمن، انا لازم اسوي هاي الخفيفة. يعني تصير هي خفيفه هي ام التمر، شوفوا طريقتها بنات، يعني جزء الاكثر يعرفها. هاي شويه بنات احسها شويه اسرع، يعني انه بسرعه تكملون بيها تكملون بيها التمر، بس هاي ام السكاكين لا تطول، بس انه شكلها يصير سهله، بس شكلها يكون بعد احلى من هاي. اي طبعا وسهله وهاي، بس هاي مثلا من تقدميها على قد معونه في الشيء حلو، اي يصير شكلها كلش حلو. هاي هنا بنات اني بلشت اتشكشكها، وعلى صفحه احنا طاقين بيض خابطي ويا ظرف فانيلا على مود الزفرة، على مود مصر بعد الزفرة، تخلي شوية قطرة دخال هم ان الطيبانات من تحطوها كم فوق يصير يعني منظرها كلش حلو، لون ذهبي، يصير لون ذهبي. اي عكس اذا ما تحطون بها شيء اظل يعني اظل شكلها ابيض شوالحة. اي عافية. اي شوالحة بنات. حتى هاي ماما تشوكة، تدرون ليش؟ هاي شكة واحدة خفيفة حتى بس على مود ما تنفخ. اي يعني على وهي ما تبين، يعني بالنهاية ما تبين الشكة لانه قلنا لكم مش خفيف، بس على مود من تنفخ ما يعني كلش تصير منفوخة. لا بتنفتح الضفيره. ايه هنا انا بلشت ابيضها شي كلش زين على مود انه بعض بنات يصير منظرها هيك ذهبي. اي نعم، حضر اوراق وجدر نظيف على مود حتى لا تعرق. ايه ما تعرق. هنا بنات اكو بعدهن مصايرات، فاحنا طلعنا السايرات واللي باقي رجعنا شوينا. هاي هنا ننو سيري تريد ام الزعتر. ها بنات طبعا ولا ما خلصنا كل شيء، يعني بقيتي عجينه كلش قليل، فقلت ماما حطي لي عليه زعتر، اللي تدرون بي يعني كلش احب الزعتر، فسويت لي هاي اللي الملويه هسه الملويه. وبنات ما احكي لكم على الطعم العجينه ما شاء الله كلش هشه وكلش طيبه. وهنا انا بعدين جتي اختي رحمه قاعده تغسل مواعين، قلت يلا خلاص اصور، كان دائما انا اغسل مواعين، فهسه شي يقولون خواتي ما غسلتوا مواعين، فهالمره قررت اصور لكم اياها. اي كلش تعبت من النص، فقلت يلا خلي اصورها وهي تغسل مواعين. بس بنات بس شوفوا لي على ايدها الفاهي، عليكم الله، بس ركزوا لي مبينه مال وحده ما تعرف تغسل مواعين. المهم بنات هنا هي كملت المواعين، وراها احنا سوينا خدرنا شاي وطلعنا لنا معون كليتشه واكلنا. طبعا احنا كل ما نطلع ناكل، اي كل ما نطلع من الفرن بوقي بوقي نقعد نذوق على كليتنا على شرط. يعني صباح الخير. طبعا بنات هسه سويت لي القهوة الباردة، طبعا صار لي هواية ما شرب القهوة الباردة، كليته اشرب هاي الحارة، قعدت طبعا شو كلش مشتهيتها فقمت سويتها. ومثل ما تعرفون احنا قلت لكم يعني من البارحة كملنا الكليتشة، فشنو هسه بنات ماما راح تسوي راح تسوي الحلاوة، حلاوة التمن على مود تخلص وراح نوزعها. هسه شنو خلي اقعد اني اشرب الكوفي مالتي وبعدين اقوم اصور لكم باقي التفاصيل. وهنا بنات ماما راح تسوي حلاوة طحين التمن. بالبداية جابت الطحين سهته مثل ما تشوفون، ظلت تسهبيه لحد ما يتغير لونه شي اسمر كلش. اي مو كلش يعني، يعني هم خليته هواية. والله احنا قبل ما نستخدم الطحين نستخدم بصراحة التمن، نخسله ونقع من الليل ونشفه ثاني يوم ندقه. زين شلون تدقه يعني؟ ونشف النشفة بصينية ونظل ندق بيه ندق بيه إلا نسوي الحلاوة، إلا ما تقوق التمن مالتك ونخله. يلا نطلع الطحين، مو هسه طحين عادي. إيه بس تسوي هم نفس الشيء، هو طحين هم طحين بس تمن. لا وين نغسله والتمن العنبر وريحته تطلع تخبل ونغسله من الليل. هاي أمي الله يرحمها من كانت تسوي الموتاها، الله يرحمها الله يرحمها. بنات هنا سويت شو اسمه هذا هيل، بس الهيل تعرفون انتم مال الحلاوه لازم ما ينطحن، كلش ناعم لازم صحاح، صحاح لازم ينقشره وصحاح، مو مثل الكليتشه هو قشره ينطحن.
طبعا بنات هنا جابوا لنا هم ثواب، جابوا لنا ثواب ان شاء الله واصل، جابوا لنا دولمه وغير ناس، جابوا لنا معون برياني. لا هم نفسهم، قال بابا انا غير ناس. لا نفسهم ما والله برياني ومعون دولمه. المهم انا بنات شنو لازم اتذوق يعني تعرفون احس نفسي قاعده بتوب شيف اقعد اتذوق. أظل انطي رأيي كلش احب هاي الفقره، من يجي اكل لازم اروح اذوقه حتى اشوف يعني طعمه هاي. المهم هنا ماما كانت يمكن ضفتي هنا المي، ايش قد ضفتي مي ماما؟ اعتقد بعد ما ضايفه هنا انتي هنا خبطتي لي شيء. لا ضفتي مي حسب الكميه. اي باعي اي ضفت حسب الكميه ماما، حسب التمن العفو الطحين مال التمن. بس شنو بنات هنا راد لكم درخ بالتشفتشير على مود شنو كل تيذوب. هو كل ما يحمل مي المي مال الحلاوه احنا ندرخ هيك بالتشفتشير. اي وهنا الشكر مثل ما تشوفون انا على اساس قبل دا احطه بالجدريه، بس ماما قالت لي لا حطي عليها مي حار على مود انه يذوب. عاد انا صدق حطيت عليها مي حار وهيك بناظلت اخلص بيه وبعدين درته. تعبت وياي هوايه لانه خطيه حبيبتي. لا شو سويت قابل؟ لا يوم تعبتي والله. بس بنات هنا حسيت الطعم صار طيب مال الشكر لما ذاب. طبعا بنات دائما تجي لكم الفيديو وانا شنو؟ مخدره شاي وحب وقاعدين هيك متونسين. قاعدين متونسين ودا منتج الفيديو. هنا بنات شوفوا هاي هيك صارت، وهمينا بعدنا يعني هنا ضفنا لها بس مي بعد يراد لها وايد وراح نرجع اي يعني تقريبا هواي ظلينا ندرخ بيها بالساعتين اي لحد ما راح توصل لنا قمت بقبق وتخنت يعني ها يعني ها هي اي هي اصلا بنات تبين تصير كلش يقوم بعد ما هي ابع بنات تصير يعني شوفوا شنو تقصد ينزل كله يروح بعد. شوفوا بنات هيك تصير هاي ورا شقد ورا ساعتين تقريبا ساعتين هيك. شوفوا بنات شلون صارت هالقد ما ظلينا ندرخ بيها صار قوامها كلش زين. شلون سهيناها؟ سهيناها بالزيت قلتي لهم لا 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 ما قلت لهم اي سهيناها بالزيت اي قلت لهم اي اي بداية الفيديو اي سهيناها زين. صدق انت ليش ما استخدمتي دهن حار؟ مو كنت حاطه لك اياه بال مو بزبد وراح يطوف المي اللي فوق ومن تبرد راح يصير تجمد. اها فلهذا السبب ما ضفت. لو ضايفه بس خاشوق هيك عمد الطعم بس ولو هي طلعت طيب. وبنات بالنهايه يلا ضفنا الهيل ما اعرف ليش، واذا ضفناه بالبدايه ماما ما خفر هذا نفس الشيء. احنا بناتي من سخنت خلاص هي ضقناها وتاكدنا من الحلاوه مالتها، وبعدين ماما بلشت تفرغ. طبعا هنا سوت بايركسات بالبدايه للناس يعني اللي مو مال ودي لهم سفري، ولا والله الباقي الجيران جبنا هاي المواعين السفري و طوس. اي الطوس وحطينا عليه احنا الكليتشه من البارحه تعرفون سويناها يعني الساعه بش خلصناها يمكن بالستة الصبح أيه. يعني تخيلوا بنات بستة الصبح واحنا قعدنا ثاني يوم ما وزعتها بارده، وزعتها حميتها بالفرن على باكستان ومسويتها. طبعا تدرون انا والله الف الحمد لله وشكر ما في يوم وزعت لاحد، اذا ما ورا نص ساعه أيه. ورا 10 دقائق دق الباب عافية خال الريد بعد لو يدقون علينا جيراننا لو هاي عافية الريد من عنده بعد كلش طيب يعني الحمد لله وشكراني اكلي مشهود يعني الي. اي صحيح صدق نوزع ويرجعون يدقون الباب عافية عندكم بعد كليتش. هاي هنا بنات شوفوا لي شلون رتبته، هذا ترتيبي طبعا بس ما مفرخت. حطيناهم كلهم على الميز بس شويه تشي ردناها شويه تبرد على مود بس همينا خفنا لا تروح يتخربط فما حطيناها. العافية ابو تبارك هو اللي وزع الفرعين وزع هو سرد علي فحطيناها هيك بهذا الشكل يعني ما حطيتها يا ماما قالت اخاف راح شو يسموها توقع بالحلاوة؟ اي توقع يعني انا بصراحة انا سحر اودي شيء للعالم او اقدمه بشيء مرتب ونظيف، مو انا اروح اليص الكليتش لو يجيبون الشركاية واقعة بالحلاوة، لا انا لو اودي فشيء مرتب لو ما اوزع بصراحة. انا رزت والله اكفصها واحط بس ما قبلت، قالت لي لا راح يخرب مظهرها وراح تصير الحلاوة مو حلوة. طبعا بنات الفيديو قطعته الف مرة من ورا صياح يوسف كل شيء يريد. حاليا كل شيء يريد شنو اللي يشوف قدامه تعالوا انطوني. هسه مو هنا المشكله يبوه اذا ندق التليفون لازم هو يفتحه هو يحكي الله يعطينا التليفون والباب لازم الباب ما ينوشه ويظل يبكي انا افتح الباب التليفون خلي نحكي هو كيف يفتحه ويسد يظل يدق بحث كلش مضوجني بهاي الفقره.
هنا بنات ما خلصنا الحمد لله وزعنا وكملنا كل شيء، فاجيت على مود اغسل المواعين. ولهنا بنات انهيكم الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس. احبكم كل شوية، باي باي.